ممكن اتهامات تانية كمان، ازاي بترد على التهمات اللي بتقول ان قائمه في حب مصر مدعومه من الدوله؟ اي دوله وهتكون مدعومه ازاي؟ ايوه اي دوله يعني، يعني الدوله طلعت مثلا وضربت لنا تعظيم سلام جمهوري وقالت دي قائمتي يا جماعه، لا بتحب مثلا الاشخاص الموجودين ايه دمهم خفيف مثلا يعني، يعني ليس معقول. انا بقول لحضرتك رد على التهمات، فليقل كل اللي ما هو انت لما تقول تطلع تقول انا بدافع على الدوله الوطنيه وكذا وكذا وكذا، يبقى هيطلع اعداء الدوله يقول لك مدعوم الدوله بقى. انما في كل الاحوال نحن نريد بالاساس ان ندافع عن بلدنا طبعا، نريد ان نتصدى للمخططات، نريد ان يكون لدينا برلمان قوي وسند للدوله المصريه يعني ومؤسساتها. عمركم ما هتكونوا حزب وطني جديد؟ لا حزب وطني، حزب الوطني ده انتهى ما عادش ينتج مره ثانيه، خلص انتهى.